من الأفضل دائماً القيام بفحص الدراجة قبل الانطلاق في مغامرة بها. هذه الخطوة يمكن أن تجنبك الاضطرار للتوقف أو التعرض لمشكلة ما بعد مغادرة المنزل. تذكر الأحرف ه ف س للفحص السريع. هواء، تأكد من أن الإطارات مملوءة بالهواء حسب الضغط الموصى به والمكتوب على جانب الإطار، وإذا كانت المضخة ليست بها مؤشر قم باختبار الإطار بالضغط عليه للتأكد من أنه صلب مع قليل من المرونة. ويجب أيضا أن تقوم بفحص مدارس الإطار المطاطي للتأكد من عدم وجود أي تشققات خطيرة، وقم بالضغط على أسلاك الإطار المعدني لتحديد ما إذا كان أي منهم غير مربوط بشكل جيد. فرامل، الدراجات يمكن أن يكون بها فرامل قرصية أو فرامل على الإطار المعدني. بالنسبة للفرامل على الإطار المعدني يمكنك التأكد من أن الدواسات تمسك بالإطار المعدني فقط ولا تحتك بالإطار المطاطي عند الاستعمال. يجب التأكد أن الفرامل توقف الإطارات بثبات عند الضغط عليها ودفع الدراجة للأمام. اختبر الفرامل الخلفية بنفس الطريقة ولكن بسحب الدراجة للخلف، والإطار المقابل المفروض أن يرتفع عن الأرض بعد فعل ذلك. سلسلة، نظف السلسلة بقطعة قماش قبل وضع مواد التشحيم على كل وصلة. افحصها كل أسبوع للتأكد من أنها تعمل بهدوء وسلاسة، وأيضا كرسي تغيير السرعات يتحول بنعومة. نظف السلسلة ووضع مواد التشحيم حسب الحاجة. الفحص، ارفع درجتك بمقدار بوصة أو اثنين من الأرض ثم اسقطها إذا لم يكن هناك أي أصوات شخللة أو رنين، إذا هي صالحة للذهاب. وإذا لاحظت مشاكل أكبر أو كانت لديك أسئلة قم بزيارة أقرب محل، هم دائما يسعدهم تقديم المساعدة. إذا كانت إطاراتك مثبتة بمفتاح سريع الفك، تأكد من أنه مؤمن عند كل مرة ومن أن الرافعة تبدأ في التفاعل عند زاوية 45 درجة. Now I can safely get there. Bye bye.